This shit crazy. البحث عن صالحي عجياتي دي صلاة يلحق عليها صالحي يبحث على العرضية العرضية دخل كرة عابرة لدفع تشديدة قوية تشديدة قوية من نقشعية كمن حصلتين على البيئة هجومي رائع وتمريرة رائعة من صالحي ناحية مقجع جاء من بعيد سدد بقوة وسجل الهدف الثالث لمصلحة الشباب attention. Oh, cette perte de balle, ballon récupéré par Lerjack, va frapper. Égalisation du CS consenti sur cette perte de balle. En deux, on va le voir. Il y a Lerjack qui est rentré. Et puis, du coup de pied intérieur. Ah, il a laissé aucune chance au gardien. Kendouz ne pouvait rien faire parce qu'il était en face de lui. Superbe contrôle. Ah oui, dans le en sens mouvement. Du but. Voilà. طلب الكرة لقجع يحاول يواصل لقجع يشتي قوية والهدف الثالث من لقجع إضافة الهدف الثالث لصالح شباب قسنطينة الهجوم يخاطف كما نشاهد وكما نتابع من اللقطة مرة بعد العودة من غرف تغيير الملابس لقجع يتمكن من إضافة الهدف الثاني وحدث ذلك في الدقيقة 47 عن بداية العمريسي بداية لقجع ممتازة هدف التعادل ممتازة تسديدة من لقجع يتمكن من تعديل النتيجة علي حب كرة وزعة ناحية لقجع وكرة عابرة بعد ذلك البديل لقجع يستثمر تمريرات كوكبو ويحولها في الشباك مفتتحا باب التسجيل أول مراوغة والهدف الثالث من لقجع هدف الثالث من لقجع في الدقيقة 47 من الشوط الثاني الكرة في القائم يمتد رأسي يتمنى كوكبو الهدف الأول أول لاعب لقجع هو الذي وقع الهدف الأول في الدقيقة الثالثة يتمكن شباب قسنطينة من فتح مجال التهديف بركنية منفذة بدقة متناهية من بلايلي في القائم الثاني والتقاء جيد من لقجع يتمكن من مباغة الحارس علوي ودفاع إلى شلغوم العيد ويوقع الهدف ناحية رفيقه سريعة هذه اللقطة لقجع طلب الكرة انطلق سريع جدا سريع الظهير الايسر المهاجم الايسر سريع يدخل داخل منطقة العملية كرة عرضية الكرة اليسرى انطلاقة من لقجع انطلق لقجع توخل راوغ في عمق دفاع مولودية البيض وزع ناحية عبود المتابعة والقراءة الرائعة من تغييرين كاملين في تشكيل فريق شباب قسنطينة هاي الانطلاقة من لقجع اللاعب البديل راوغ وانطلق توغل داخل منطقة العملية خذا كامل وقته بروعة يتوغل داخل منطقة العملية هي كرة ناحية رفيق عبود المتابعة دون متابعة كرة مقطوعة تعاود ترجع لي كوكبو يلحق عليها حتى ناحية لقجع يلحق عليها لقجع ممتاز في المراوغة يغير تماما ناحية رفيقه خالدي موشي يدعي التسلل انطلق موشي يدعي التسلل وفشل هنا أمام خروج هدفية إلى أن جاءت تمريرة لقجع الدقيقة استقبلها عبود بشكل جميل موقعا ثالث أهداف فريقه عند
récupéré par Belmesoud. Belmesoud qui va repartir pour Lokja. Lokja qui a de l'espace. Il a à côté de lui, mais il l'a pas vu. Il l'a peut-être senti à faute. Tenu par le bras, le carton est sorti. Tenu par le bras, il reste debout. L'Arja qui se bat encore et l'arbitre va revenir à... C'est, parfois on perd du temps comme ça. Et de l'énergie. Et de l'énergie. بقوة إسقاط وإيقاف التوغلات لقشة. سنطينا يؤدي في مقابلة تكتيكية رائعة. تفتك هذه الكرة من عناصر الإنساق عن طريق لقشة. مورو ممتاز من لقشة. مورو ممتاز للحاكم يمنحله الخطأ. الحاكم يمنحله الخطأ. Qui va tenter de pousser chez Kalki, plutôt Lakhdja qui appelle le ballon, superbe le contrôle. Du pied droit, pas de solution, il est obligé de revenir derrière pour Mamri. Mamri, il s'attendait pas à la 3. Oh, super! Oh, le but! De relance du CSC, parti de derrière. Al-Arja pour Al-Mettahi. في هذا الشوط ولكنها خطيرة. لقجع الذي دخل بديلا عرقل داخل منطقة الجزاء. الحكم بوترعة يؤشر على ركلة جزاء وبطاقة حمراء لمداحي.